المزيد حول حركة عبور المساعدات إلى داخل قطاع غزة يستعرضه لنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع مع حضراتكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. يعني 200 يوم مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنذ هذه اللحظة لم تتوانى مصر لحظة عن تقديم كل المساعدات الإنسانية. مصر فتحت معبر رفح لدخول المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين، قامت بتجهيز عدد كبير من القوافل الإنسانية من مؤسسات المجتمع المدني ومن جميع المؤسسات المختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ودخول آلاف الشاحنات وآلاف الأطنان المحملة بعدد كبير من هذه المساعدات الإنسانية. ولعلكم يعني ترون هذا الحجم الهائل من الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق في مدينة العريش والتي تذهب تباعا إلى معبر رفح. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية وأيضا مواد النظافة الشخصية والمياه المعدنية. كل هؤلاء السائقين أيضا ينتظرون لأيام طويلة تمهيدا لدخول هذه الشاحنات لقطاع غزة. منذ اليوم الأول وبعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين داخل قطاع غزة، نتحدث عن أنه منذ هذه اللحظة ومصر قدمت العديد من الجهود وأيضا المساعدات الإنسانية وأيضا إشادات دولية كبيرة بالمجهود المصري وأيضا بأهمية فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.